السادس من أركان الإيمان. 信德的，伊曼信德的第六个要素。 نؤمن بالقضاء والقدر. 我们归信前定以及按了判决。 كيف نؤمن؟ 我们如何去归信呢？ نؤمن بمراتب أربع درجات. 我们从四个阶段来归信。 الدرجة الأولى. 第一个阶段。 العلم أن نؤمن أن الله علم كل شيء. 我们要归信安拉全知一切事物。 المرتبة الثانية. 第二个阶段。 أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء، كل شيء مكتوب. 第二个阶段，我们归信安拉创造了笔，让笔写定了所有的事物。 المرتبة الثالثة. 第三个阶段。 الآن أنا أقول لك إن شاء الله بعد هذا الدرس سنذهب إلى المطعم مثلاً. 比如我对你说，凭安拉的意语怎么样？ شاء الله أن نذهب إلى المطعم ذهبنا. 如果安拉意语，你就能做到。 شاء الله أن لا نذهب لا يمكن أن نذهب. 如果安拉没有意语，我们做不到。 المرتبة الرابعة. 第四个阶段。 أنا مخلوق. 我是一个被造的。 وأعمالي مخلوقة كذلك. 我的行为也是被造的。 ماذا أصنع؟ 我们应该怎么做？ أؤمن بهذه المراتب الأربعة. 我们把这个四个阶段，我们要逐步归信。 أؤمن أن الله علم كل شيء. 我们归信安拉知道一切事物。 وكتب كل شيء. 我们知道安拉命令笔写定了一切事物。 ولا يمكن أن أفعل شيئا إلا بما أراد الله. 我们所做的一切事物都是安拉的要为。 وأنا مخلوق. 要知道自己是。 وأعمالي كذلك مخلوقة. 我们的行为也是被造的。 أحسن الظن في الله. 我们美好的猜测安拉。 بأن الله سبحانه وتعالى اختارني بأن أكون من أهل الجنة، أسأل الله لي ولكم من فضله. 我们猜测安拉创造了我们，使我们进入乐园。 وأعمل بعمل أهل الجنة. 我们走进入乐园的道路。 الصلاة، الصيام، استغفار. 不论是礼拜、封斋以及其他所有的功修。 وأدعو الله أن يجعلني منهم. 我们祈求安拉，使我们能够成功。 لا أعمل بعمل أهل النار. 我们绝不走入火狱，我们绝不走。وندعو الله أن يجنبنا طريق هؤلاء. 我们祈求安拉，使我们脱离背离正道的道路。 يعني نجمع بين الإيمان والعمل لأعمل أهل الجنة. 我们不但归向安拉，而且要进行我们的信仰。 ولا أعمل بعمل أهل النار. 我们绝不走魅族的道路。 نعم.